عاشت ثورة التنوير والتنوير متواصل رغم الداء والأعداء. هاكم شفتوا معناها أخرتها حتى لايف ما يسلمش، معناها مع العلم أنه راهو تليفوني اللي نعدي بيه في البث الحي يبدأ فيه رنفوا ما ينجم يطلب حتى حد باش يقص اللايف، دونك القصان منهم هما. وفجأة تلقى روحك تتكلم يتنحى النومبر دو فيو، يتنحاوك لي بول نتاع الناس اللي تابع من فوق، يتنحى كل شيء في الإكران، تلقى كان هذيك أون ديريكت حمراء، ومن بعد نتبع في التليفون الآخر نلقى اللايف ما فماش. طاروا به باه باش نحاولوا نوصلوا الرساله نتاعنا فيسع فيسع باش ما يكملوش يطيروا باللايف هذايا زاده. وهنا حطينا كاميرات سجل باش اون كاو طاروا به نلقاو عنا الكبسول مسجله نعاودوا ننزلوها لكم من بعد. مرحبا بكل من يتابع فينا مره اخرى، مرحبا بكم من داخل تونس ومن خارج تونس. اليوم حجب الاصوات الحره وسنسره الاصوات الحره متواصل على قدم وساق. دونك في المنابر الاعلاميه حكيت لكم او لامس يظهر لي هاكم ريتو، معناها الاصوات اللي قاعده تنقد في هذا المسار كلها على برا، انهاء العقد مع زياد الهاني مع اختلافي معاه في عديد المواقف، لكن هذا ما ينفيش انه انت رجل صحافه واعلام قاعد يعطي في راي، ما يهمنيش فيه مخالف ليا مساند ليا مش مشكلتي، لكن قاعد يعطي في راي وقاعدين نشوفوا فيه في الاونه الاخيره ينقدوا وبشده لكن باحترام مسار 25 جويليه. اليوم مصيره انهاء العقد مع اي اف ان. محمد بوغلاب شفتوا شنو صار قبل كيف كيف سي باغي نفس الحكايه، محمد بوغلاب في الدار من غير خدمه،
شكون اخر؟ هيثم المكي ما عادش نسمعوا له صوت، بس تانيس نسمعوا قبل كل يوم في الاون نتاعو في موزايك، من بعد ردوه مرتين في الجمعه، الاثنين والجمعه، والجمعه هذه اللي تعديت يعني او لامس ما سمعتوش، ان شاء الله المانع خير، ما فماش هيثم المكي. وهذوما الاصوات اللي نحكي فيه عليهم توا راهم اصوات ناقده لهذا المسار، اصوات معروفه بنقدها لهذا المسار، نقد محترم، مانيش نحكيو على السبان وعلى كل شيء، دونك النقد مرفوض، هذا اللي فهمته. كيف كيف احنا قاعدين ننقدوا في هذا المسار بالحجه والدليل والبرهان، من صفحاتنا، من المنابر اللي تنادينا وتعيطنا، منين نجموا ننقدوا؟ ننقدوا منين نجموا ننوروا التوانسه؟ ننوروا. كيف كيف هاكم شفتوا مواصله الحرب الاعلاميه الالكترونيه، جروبات مختصة، مجموعات مختصة في عرقلة كل من له نسب مشاهدة عالية وكل من يؤثر في الرأي العام ويؤثر في نسبة من الشعب التونسي. هكم شفتوا الملاحقات اللي قاعدة تصير، وهكم شفتوا عرفت شنو معناها في بينهم، باش يكرهوك في البث الحي، باش يكرهوك في انك تبلغ صوتك، هنا نمنعوك، هنا نحيولك، هنا نعملولك. بورتون جربونا وشافونا من في الدوش، رانا حبالنا طويل، معناها تقص لي لنا نطلع لك في اليوتيوب، نطلع لك في تيك توك، نطلع لك في كذا، ما يقلقناش، معناها رانا موجودين، حتى كان سنسرتوا، حتى كان قصيتوا، حتى كان قطعتوا، اعملوا اللي تعملوا انتوما، رانا مش مشكل. اي بلاصه نجموا نبلغوا منها نبلغوا، الى جانب بالطبيعه الشارع، لي كونتاكت نتاعك، المقاهي اللي قاعدين نبلغوا من خلالهم في كل ما يجب تبليغه للراي العام وللتوانسه. كيف كيف لهنا تقصوا من باج نطلعوا من 10 باجات ما يقلقناش. دونك موضوع الحديث اليوم عطاير اللايف هذا ماهوش بروغرامي راهو، دونك فقط باش ناكدوا لهم الا راهو تساترا حجر الواد، مهما حاولوا تمس التاريخ، مهما حاولوا التنكيل بقياده الحزب الدستوري الحر ورئيسته، مهما حاولوا العرقله لنشاطات الحزب الدستوري الحر ولتحركاته، مهما حاولوا كل ما هم بصدد القيام به اليوم، فان هذا الحزب صامت ثابت لا يمكن، ما انت بتجمش حتى تحرحز، لا يمكن حلحلته ولا يمكن انه توصلوا تمسوا شعره من حزب الاباء والاجداد. وقلتها قبل، من ينوي ان يحل هذا الحزب دون موجب فهو واهم وقد دق المسمار الاخير في نعشه. الرساله واضحه، مش مطالب باش نزيد نبين اكثر. دونك هذا حزب قانوني مؤشر يخدم في إطار القانون، في أطر قانونية بحتة، يعمل في إعلاماته القانونية في كل تحركاته، تحركاته كلها مستندة إلى القانون، حزب يحترم المؤسسات، يحترم الدولة، يحترم القوانين الوضعية للبلاد رغم أنه ضدها في عديد القوانين، وعنده برنامج بديل وعنده دستور بديل للتغيير حينما يصل إلى مقود الحكم بعملية ديمقراطية شفافة. دونك من يريد حل هذا الحزب فقد دق المسمار الأخير في نعشه، أنا نقولها وبرأس مرفوع وبصوت عالي، ولا عنده ريح إذا ري عشرة. دونك هذه في البداية. اليوم يا توانسة، باش نتوجه للتوانسة الكل اليوم، مش كان لتساترة، يا توانسة يا وطنيين يا أحرار يا اللي تتابعوا، يا حتى التوانسة إلا ما همش قاعدين يتابعوا ومرة بعد قداش يسمعوا ولا يتنوروا ولا يشوفوا ولا يتبعوا ولا يحاولوا يعملوا دي كونكلوزيون. اليوم الحزب الدستوري الحر لرئيسته اليوم تقبع في السجن منذ 4 أشهر ظلما وبهتانا في مقر احتجازها القصري. ذكروني قالولي لطفي العماري وابراهيم الوسلاتي كيف كيف تم منحهم من راديو ميد وايقاف البرنامج اللي كانوا يعملوا فيه. دونك اصوات الحره الناقده للمسار كلها اليوم البرا اوت. هنا نستناو في السويفون شكون دوره توا الا باش يخرجوه من البلاتوات. دونك هذيك اضرب القطوسه تتربى العروسه. نرجع اليوم 4 شهور رئيسة الحزب الدستوري الحر ملوحة في الحبس دون أي جريمة ترتكب أو دون أي جرم يذكر أو دون أي خطأ يقترف معناها من طرف رئيسة الحزب الدستوري الحر بالكاشف. اليوم الحزب الدستوري الحر في صفاقس مثلا اليوم يعمل ندوة، يقدم ندوة فكرية عالية المستوى تخص الشباب التونسي وعلاقته بالتكنولوجيات الأخيرة وعلاقته بالذكاء الاصطناعي. يعني اليوم 4 برنامج قطاعي يقدمه الحزب الدستوري الحر منذ أن تم احتجاز رئيسته قصريا إلى اليوم. دونك هذا الحزب يظهر لي ما جربت كل شيء، طرق الكل جربتها. هذا الحزب مواصل في المسار متاعه، وزوز رسائل النجم نستخلصوها من هذه التحركات والندوات الفكرية الكبرى اللي قاعد يقوم بها الحزب الدستوري الحر والثرية والتي تهم المواطن التونسي والشعب التونسي والتي لا تغطى إعلاميا، لم يتم تغطيتها ولا يتم تغطيتها إعلاميا. هذا الدليل على كونه هذا حزب مؤسسات. هذا اللي ما حبوش يفهموه الناس اللي ماشي في بالها سهل انك تحل الحزب الدستوري الحر. هذا راهو حزب مؤسسات، هذا راهو حزب هياكل،
هذا راهو حزب متاع ناس تعرف شنو قاعده تعمل، متاع ناس تخدم وتخدم في خدمه صحيحه. دونك عسي على كل من يريد طمسه او المرور اكوتي، او انك تحطه مارجيناليزي الحزب هذايا وتعمل اللي في بالك. لا مش صحيح. تشوف التحركات الميدانيه والتحركات النضاليه القادمه في قادم الايام ضد ما يسمى اتفاقيه قطر للتنميه، صندوق قطر للتنميه، الاتفاقيه الاستعماريه التي تريد الدخول الى تونس باستعمار جديد، استعمار ناعم، ماهوش بالدبابات، ماهوش بالطائرات الحربيه، ماهوش بالجيوش، لكن عن طريق بوابه التنميه تحت غطاء التنمية. وهذا استعمار مقنن لأنه يحبوا يعرضوه على البرلمان على مركز سيادة، معناها باش يصوتوا عليه ويقنوه ويعطيوه. هذا عارف شنو هذا معناه؟ الموافقة على الاستعمار. هذا إذا كان تم المصادقة على هذا المشروع، مشروع صندوق قطر للتنمية، فهم قد قننوا الاستعمار الحديث لتونس، عملوا له قانون وشرعوه وصحوا عليه وبالإجماع. دونك اليوم رئيسة الحزب الدستوري الحر في السجن دخلت في إضراب جوع وحشي. نذكره ونقوله للتوانسة لا ما سمعوش، منذ أمس يوم أمس صباح دخلت في إضراب جوع وحشي داخل مقر احتجازها القسري، وقد أعلنت أن إضراب الجوع هذا راهو ما غير لماء لدواء لماكلة. ونعرفوا إلى الأستاذة عبير موسي كونه عندها أدوية حياتية، يعني ما تنجمش تعيش ما غير الأدوية هذيك متاع الارتروس سيرفيكال، متاع الآلام الحادة اللي قاعدة تعيش فيها وقاعدة تحس بها منذ تم احتجازها القسري، ومنذ تعنيفها وقت احتجازها القسري وهذاك الكل، وتعنيفها في المسيرات والتحركات وفي البرلمان وكل شيء، لريبركسيون متاع العنف ذاك والإجرام ومحاولات الاغتيال المتكررة التي تعرضت لها رئيسة الحزب الدستوري الحر وكتلته البرلمانية تحت قبة البرلمان متاع 2019، برلمان الإخوانجية. دونك هذاك الكل عاد عليها بالآلام الحادة وعاد عليها بدي مالادي كرونيك إلا يلزمها تاخذ دواياتها في السجن. هي قررت، وإحنا نعرفوا إلا الأستاذة عبير موسي حربية، معناها مع سيادة بلادها ومع سيادة الشعب التونسي ومع التفريط في السيادة الوطنية والتفريط في حقوق الشعب التونسي ما تلعبش. يعني قررت الدخول في خطوة نضالية تصعيدية جديدة، حياتها في خطر، تخلي حياتها في خطر. هذا علاش قلت لكم اليوم في الليل تغلق 48 ساعة عبير موسي من الاعتصام هذايا، أو معناها الدخول في إضراب الجوع الوحشي. دونك نتمناو انه رئيسة الحزب متاعنا تكون بخير في مقر احتجازها القسري، غدوة توافينا هيئة الدفاع وتوافيكم هيئة الدفاع بكل المستجدات وبنتيجة هذا الاعتصام الوحشي او اضراب الجوع الوحشي داخل مقر احتجازها القسري بسجن منوبة. وهذا درس يظهر لي يلزم يتعلموه الإعلاميين، ويلزم تتعلموا كل المنابر اللي الحقيقة رفعنا منها يدينا. أنا شخصيا هزيت يدي منهم فيما يتعلق بالاتفاقيات هذه المشينة لتونس والتي تتعدى على كرامة المواطن التونسي وعلى السيادة الوطنية، لأنه حتى كيف تم تداولها إعلاميا تم تداولها بشكل سطحي. وقلت لكم على ثلاثة اختصاصات ظهرت جديدة عند إعلاميين اليوم ما نعرفوش قرأوهم لهم في الليبسي ولا كان جيت قريت في الليبسي نجم نقول لكم، لكن ما عنديش الإجابة. هل قرأوهم في الليبسي اختصاص اسمه التعويم؟ هل قرأوهم في الليبسي اختصاص اسمه التسطيح؟ وهل قرأوهم في الليبسي اختصاص اسمه تخدير الشعب التونسي اللي هم قاعدين يعملوا فيه اليوم واللي هم ممتهنينه اليوم وبدرجة عالية جدا؟ وبرشة توانسة للأسف الشديد تنطلي عليهم عمليات التخدير هذية، وياخذوا هك الأقراص متاع التخدير هذيك، كل يوم يعطيهم قرص، كل فترة يعطيهم قرص لتلهيتهم ولتعويم القضايا الحارقة والهامة اللي تهم الشعب التونسي. دونك احنا بالنسبة لنا هزينا يدينا من إعلام العار والدمار هذية، وهزينا يدينا من البلاتوات متاع العار والدمار هذية، وقلنا كونه ملعب، الملعب اليوم الكرة اليوم في ملعب مجلس نواب الشعب متاع 25 جويلية. هيت نشوفوهم اليوم نعملوا تيست، هل سيمررون الاتفاقية الاستعمارية وهل سيوافقون بطريقة أخرى على استعمار تونس، الاستعمار الحديث هذا متاع قطر لتونس اليوم أم لا؟ أنا باش نشوفوهم الامتحان تاو اليوم عندهم. الإعلاميين ما عادش، السلطة الرابعة ما عادش بالنسبة لي، انتهت هذه السلطة بما أنها تجي لأهم القضايا الحارقة وتجي لأهم ما يهدد البلاد متاعنا وتقف عاجزة أو تقف أكوتي دلا بلاك.
تشد لك السطحيات يحكيوا على الاعتصام اللي معناتها دخول او الرساله الاخيره الصفراء، الورقه الصفراء اللي بعثت بها عبير موسي للسلطه اللي اعلنت فيها عن دخولها اضراب جوع وحشي على الاتفاقيه متاع قطر. دونك الفحوه متاع الرساله هذيك على اساس في ديوان فهم باش يحكيوا عليها شنو هي هالرساله وشنو كذا. دونك كيف يجيو يسالوهم شي يقول لهم هي عبير موسي كانت عندها مشكله مع الاخوانجيه، جي قيس سعيد نحالها الاخوانجيه. فمعناها هذوما التسطيح والتعويم والتخدير اللي قاعدين يقوموا به اليوم ولا ممتهنين. دونك ما نحكيش يعني على ملف قطر للتنمية وصندوق قطر للتنمية وتحركات رئيس الحزب داخل مقر احتجازها القصري في سجن منوبة ضد هالمشروع الاستعماري المهين والمشين لتونس، أما نحكي على تاريخ عبير موسي خطرها هي كانت عندها مشكلة مع الأخوانجية. قلنا هلكم قبلها لوبان الماستر اللي قاعدين تعاودوا فيها توا ما عاد يصدقها حتى حد، خاطر عبير موسي عندها مشكلة صحيح، عندها مشاكل مع الأخوانجية على ايديولوجيتهم على الفكر نتاعهم اللي يهدم الشعب التونسي ولا يهدم النموذج المجتمعي التونسي، على بيعانهم للبلاد، على رهنانهم للبلاد لأتباعهم وللتنظيم الدولي نتاعهم، على على ترعرع الإرهاب اللي هما مسؤولين عليه في تونس. هذيك مشكلتها مع الأخوانجية عبير موسي، مش في أشخاصهم راهو، احنا قلنا غيانا فوتخ فيك أشخاص حتى حد وحتى أو حتى طرف سياسي. عبير موسي كان عندها مشكلة والحزب الدستوري الحر كان عنده مشكلة، راهو عنده مشكلة مع من يهدد تونس والأمن القومي التونسي ومستقبل الأجيال هذية. ما بيتوش تفهموها هذية ولا أنتم فاهمينها وتروجوا في الأكاذيب والإشاعات لدمغجة الرأي العام ولإلهائه عن القضايا الحقيقية. فاليوم أنتم عندها مشكلة عبير موسي مع هذا المسار لأنه لم يكن صريحا مع الشعب التونسي، لأنه لم يحقق مطالب الشعب التونسي. علاش تغطيوا في عين الشمس بالغربان؟ يا أخي المسار هذا اللي تحكيوا عليه أنتم اللي هو سيقطع مع الإخوان، هل قطع هذا المسار مع الإخوان؟ هل أغلق وكر القرضاوي إلى دشن الإخوان اللي هو القرضاوي إرهابي بكوارتو معروف اللي أسس هالوكر هذية وأسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين؟ هل اتخذ قرارا في شأن حزب التحرير المعادي للنظام الجمهوري والذي يتحدث في أول بنوده عن إرساء دولة الخلافة وأول أهدافه هو إرساء دولة خلافة في تونس وقال لك الجمهورية كفر والنظام المدني كفر؟ جاوبونا على الأسئلة هذية يا إعلاميين يا جهابذة، جاوبونا قولوا لنا. تنقولوا لكم احنا شبيها عبير موسي عندها مشكله مع الناس هذوما مع التيارات هذوما، اما باش تجيو تكذبوا وتغالطوا الراي العام وتبثوا السموم، تنفثوا السموم نتاعكم والاشاعات نتاعكم من اجل شيطنه عبير موسي والحزب الدستوري الحر، فنحن هنا للتنوير وللايضاح وللتوضيح عفوا والايضاح والتوضيح. احنا اليوم لهنا انتم المخططات اللي تعملوا فيها توا وتقعدوا قداش تترزوا فيها وتقعدوا قداش تكرروا فيها وتعاودوا فيها وباش بالسيف تدخلوها بالقمع المخ المواطن البسيط الا ما عنده حتى فكره على ما قاعد يدور في بلاده. فاليوم نقول لكم احنا هنا موجودين لاناره الراي العام ولن اون فابا بسيليبرارا ولن نصمت ولن يقدر احد على ايقافنا ما دامنا على حق وما دام قضيتنا هي قضية وطنية وما دامنا نحترموا الشعب التونسي ونحترموا المواطن التونسي ونحترموا حتى أضدادنا وقت لننقدوا ونتكلموا ونطرحوا الأطروحات متاعنا. دونك احنا اليوم لإفساد ولإفشال كل مخططاتكم. ماكم قلتوا قبل عبير موسي يشبيكم اليوم؟ ماكم قلتوا قبل عبير موسي هي اللي عملت الترذيل المشهد السياسي وهرجت في البرلمان وهي اللي قاعدة توقف في المشاريع؟ هاي طلعت توقف في المشاريع اللي تبيع تونس، هي طلعت تتوقف في المشاريع اللي باش ترهن تونس، هي طلعت عندها استشراف ونظرة استشرافية قوية خليتها تتصرف التصرف هذاك بعد ما قمعوها ونحاولها صوتها ونحاولها الميكرو ويقصوا عليها الميكرو وما يخليوهاش تتحرك هي وكتلتها ويمنعوها من الاعتصام القانوني ويمنعوها من هذا الكل تحت قبة البرلمان. هي فشلت لكم مخططاتكم الاستعمارية. شكون تلعبيها؟ جاوبونا يا إعلاميين. يا اخي شكون تلعبيها الاتفاقيه نتاع قطر توا من القجر؟ شكون مدها؟ انا سؤال نحب نعرفه شخصيا، نحب نعرفه يا اخي بعد ما قريتك البيان ولا البلاغ على الصفحه الرسميه نتاع رئاسه الحكومه التونسيه، شكون فهمونا شكون؟ يا اخي مش قلتوا القطع لا عوده الى الوراء؟ تجاوبونا لهنا، جاوبونا يا رسول الله، جاوبونا يا اللي تبيضوا في المسار هذا، جاوبونا نحبوا نعرفوا اجابه، احنا ماناش طالبين حتى شيء، جاوبونا وصحه عادي ولا تحبوا، هات جاوبونا قولوا لنا يلي تبندروا وتطبلوا وتبيضوا. يا اخي مش قالوا المسار هذايا نتاع لا عوده الى الوراء؟ يا اخي الاتفاقيه ذي منين جابوها بربي سامحني؟ اتفاقيه صندوق قطر للتنميه ماهيش نتاع برلمان الاخوانجيه نتاع الوراء اللي قالوا القطع مع الوراء ولا عوده الى الوراء؟ هي جاوبونا انتم، اسالوهم الاسئله هذوما، ماكم عندكم منابر وعندكم صوت يولعش في البلاتوات، اسالوهم الاسئله هذوما، قدموهم لمن هم في السلطه اليوم. قولوا لهم اذا كان انتم قلتوا القطع مع الوراء ولا عوده الى الوراء، هل الاتفاقيه ذي منين جات؟
ما هي من برلمان الوراء متاع الخوانجية، ما هو فجرة الاتفاقية ذي، فما كتلة تعرضت لعملية اغتيال تحت قبة البرلمان، وفما امرأة رئيسة حزب سياسي اليوم في الحبس تعرضت إلى عملية اغتيال واضحة على المباشر دون أي تحرك من النيابة العمومية ومن السلطة السياسية، وهما يتفرجوا عليها وهي تتضرب وتتركل وتتشفر وتتضرب ببونيا ويصير فيها اللي صار هذاك الكل، والناس كلها تتفرج قاعدة وتستحلى في الشيء هذاك لرئيسة الحزب الدستوري الحر اللي هو باش يصير عليهم اليوم وغدوة وبعد غدوة، خاطر اللي يسكت على الظلم لازم باش يتعرض له نهار آخر. هي انتم قولون هذا مش متاع الوراء يا اخي، مش صار هذا الكل في جرة الاتفاقية هذية ها، ومن بعد تترجعوا هنا تتجبد من القبر من القجر بلوتو، يا ليتها مشيت للقبر، تتجبد من القجر الاتفاقية هذية وتتعدى للمجلس بكل صفاقة للتصويت والمصادقة عليها. والضبابية الكبرى اللي ما يحبوش يحكيوا عليها على بنودها، هل تم فيها موديفيكاسيون ولا هل تم فيها تعديلات ولا شنية الفصول متاعها شنية كذا، حتى يتأكد لنا عن طريق محامين وعن طريق ضيوف اللي استضفناهم على المباشر في الحلقات الفارطة، وحكينا بالتفصيل على البنود متاعها والفصول متاعها التي تؤكد أنها مشروع استعماري بحت، أنها عملية استعمار مقننة جديدة. دونك منين خرج الاتفاقية دي، منين خرجت؟ ثبتونا عاد، لا عودة إلى الوراء ولا نجيبوا من الوراء. فهمتوا علاش القرضاوي ما تسكرش؟ القرضاوي تعرفوا انتم التنظيم هذايا منين يتم معناها منين خرج التنظيم هذايا، يوسف القرضاوي منين، شنو هالتنظيم هذايا بالنسبه لقطر، شنو يوسف القرضاوي بالنسبه لقطر. هاكم شفتوا عامين كاملين في الشتاء والبرد والمطر والسخانه، 50 سخانه و52 سخانه، واحنا مطيشين قدام وكر الارهاب هذاك، نناضلوا ونعيطوا ونسيحوا هذا يلزم يتسكر. الاوكار هذه راهي تفريخ ارهاب، راهي علقه وشبكه اخطبوطيه خطيره ارهابيه، راهو كذا، راهو رئيسها ارهابي، راهو مؤسسها ارهابي، راهو افتى بهدر الدم في ليبيا، راهو افتى بقتل معمر القذافي وصار قتل معمر القذافي في رقبه الاتحاد نتاع القرضاوي ورئيسه، وراهو افتى بتفجير النفس اذا كان ذلك بامر من الجماعه على المباشر. عدناه لكم راه احنا ما نتكلموش، هذا انا عدته لكم سنوات التالي، راه عدته لكم سنوات التالي. يوسف القرضاوي وهو يفتي بهدر الدم على قناه الجزيره، وهو يفتي بالجهاد في سوريا على قناه الجزيره، وهو يفتي بقتل معمر القذافي واغتياله على قناه الجزيره. دونك اكثر من هكا احنا تنوير قمنا به يظهر لي ما عادش فما. احنا خرجنا لكم هذا مؤسس اتحاد العلماء المسلمين اللي هو عنده فرع في تونس محمي من السلطه، وقلنا لكم فهمتوش علاش انتوما توا قطر، علاش تعدى صندوق قطر للتنميه وباش يعديوه، وامام توم علاش ما تسكرش من قرار القرضاوي محمي من قطر. هذا التاويل اللي نجم نفهمه، خاطر راهو من صلاحيات رئاسه الحكومه ما يستحقش حتى الوصول للقضاء، راهو مع انه تم تقديم عديد الشكايات والقضايا في الغرض هذا، راهو قانونيا الكتابه العامه نتاع رئاسه الحكومه تنجم تعمل معناها تجميد للنشاط نتاع هذا واحالته للقضاء. ما صعيبه برشا ورقة معناها صعيبة، وريقة معناها تكست متاع تجميد النشاط هذايا، بما أنه تحوم حوله يا سيدي، ما نقولوش ثابت عليه الإرهاب، تحول حول هذه المنظمة معناها شبهات إرهابية وعلاقات بتنظيمات دولية إرهابية. يشبيه ما تعملش هذا كله، وينهم المبايضين للمسار؟ وينهم اللي قالك المسار ضد الإخوان والقطع مع الإخوان؟ وينهم المسار اللي قالك مع السيادة الوطنية ولا قالك المسار هذايا ضد الإرهاب وضد القوى الرجعية؟ وينهم اليوم؟ وينهم؟ علاش معناه علاش تكذبوا على التوانسه يا اعلاميين؟ علاش تكذبوا على التوانسه؟ علاش تغلطوا في التوانسه؟ علاش القضايا هذه ما تركزوش عليها؟ هاي قضايا واضحه ثابته عندكم اليوم. عندكم حزب يهز العلم الاسود وينشط في تونس، العلم الاسود نتاع داعش وينشط في تونس ويتحرك في تونس. اليوم فما قضايا ضده الحزب هذا ويتحرك في تونس. اليوم الحزب هذا كيف يعمل نشاط يهز بوندرول مكتوب عليها دوله الخلافه. وينكم اليوم؟ وينكم؟ ماكم تحكيوا على حب بلادكم وتحكيوا على المدنية وعلى النظام التونسي الحداثي، وينكم يا كذابين؟ وينكم يا أفاكين؟ وينكم يا مغالطين؟ وينكم يا منافقين؟ وينكم اليوم؟ إلا ما يحكيش على القضايا اليوم هذية راهو منافق، راهو عميل، راهو يدهن للسلطة اليوم ويدهن للمسار اليوم لغاية في نفس يعقوب. خلينا نقولوها بشكل مكشوف، علاش نكذبوا؟ علاش نكذبوا على بعضنا؟ علاش نغلطوا في رواحنا؟ علي نغلطوا في رواحنا ونغلطوا في الشعب التونسي؟ يا شعب تونس، الا اليوم ما يحكي لكمش على المخاطر الحقيقيه اللي تهدد بلادنا، اللي هي اليوم اتحاد القرضاوي اللي يحبوا يبعدوكم عليه وينسيوكم في هذا التنظيم الارهابي، اللي هو اليوم حزب التحرير اللي قالك دوله الخلافه ويسقط النظام الجمهوري وكفر الجمهوريه كفر، وما يمنوش بالعلم التونسي الاحمر اللي ماتوا عليه جدودنا وجدودكم ومن اجل الاستقلال نتاع البلاد هذه. وينهم اليوم؟ الا ما يحكي لكمش على الكلام هذا راهو عميل،
الا ما يحكي لكمش وما يطرحش الاسئله هذه في المنابر الاعلاميه ايا كانت سيفته. راهو عميل، راهو عنده غايه في نفس يعقوب، راهو قاعد يمتهن في العماله ويمتهن في القذاره الاعلاميه، راهو صحافه صفراء، راهو اعلام اصفر، وراهو منابر مسوده سويد. الا موافقين على السويد اللي يترفع العلم الاسود اللي يترفع في بلادهم ويسكتوا اليوم من اجل التبييض والتلحيس وحاجات اخرى، فهم اليوم عملاء. هذاك علاش اليوم الحزب الدستوري الحر رئيسته في السجن اليوم، هذاك علاش اليوم رئيسته في السجن. الا ما يخرجش يقول لكم في المنابر الاعلاميه اليوم ويتحدث على نظافه رئيس الحزب رئيس الحزب الدستوري الحر بشهاده الدوله ومؤسساتها. اليوم على ما يخرجش يحكي على الاختبارات اللي وقعت على هواتف الاستاذه ولا رجعت لسنين التالي، هواتفها الكل اللي تم حجزها عند الدوله التونسيه ولا طلعت هكا ما عندها حد شيء، رجعوا لها سنوات التالي، لا تمويلات اجنبيه، لا تخابر مع جهات اجنبيه ولا حد شيء من الكلام هذاك. اليوم لما يخرجش يقول لكم هذا اللي هو حقيقه، ما احنا ما مش طالبين باش يخرجوا يبيضوا الحقيقه قولها. اليوم اللي هم فاش قاعدين يعملوا اليوم، فما قضايا اخرى تضافت ضد رئيس الحزب الدستوري الحر اللي هي اليوم في الحبس. دونك شفتوا معناها السذاجه والتفاهه الاعلاميه اللي قاعده تخرج اليوم للشعب التونسي. فهمتوا علاش اليوم الشعب التونسي مخدره وساكت على الوضعيه اللي هو فيها؟ فهمتوا علاش الشعب التونسي اليوم تلقاه يخرج يشد الصف الخمسه متاع الصباح ويشد قدامه 100 شخص و120 شخص باش ياخذ ثلاثه واربع باجات لصغاره، ومن بعد يمشي للمونوبري يتعارك هو وراجل اخر ولا امراه اخرى باش يفك كيلو سكر لصغاره، ومن بعد يمشي هي للحانوت يوصي بالمعارف باش ياخذ باك وحليب في ثلاثه ايام ولا اربع ايام، ومن بعد يمشي للقهوه يقول لك كلنا كلنا ويقول لك يحيى ويقول لك درشنو والكلام هذاك. فهمتوا علاش المواطن التونسي مسكين معناها باقي في الشهادة صحيح في الكلام هيك وهو مش فاهم حد شيء؟ فهمتوا علاش؟ خاطر عملية التسطيح، عملية التعويم، وعملية التخدير. ثلاثة جرائم قاعدة تقوم بها برشا منابر إعلامية، ثلاثة جرائم خطيرة وخطيرة جدا قاعدة تقوم بها المنابر الإعلامية اليوم، برشا منابر إعلامية اليوم وبرشا إعلاميين اليوم. هذاك علاش يا توانسة ما يلزمش التنوير يقف، ثورة التنوير ما يلزمهاش تقف، ثورة التنوير يلزمها تتواصل، وكل ما نشوفوا حاجة تهدد بلادنا وأمن بلادنا يلزم نخرج ونتكلموا ونوعيوا التوانسة. ودوركم اليوم انكم توصلوا الكلمة الحرة وتبلغوا الخطابات هذه على أوسع نطاق، على أوسع نطاق. ابعثوا على الخاص لأصدقائكم، بارتاجيو في بروفيلاتكم في المجموعات اللي موجودين فيهم، بارتاجيو أم بخيفي، بعثوا لهم، اكتبوا تعليقاتكم لهنا، نوروا التوانسة، نوروا توانسة وبلغوا صوت الحق اللي هما يحبوا بالسيف انه ما يوصلش هالصوت هذا. هما يحبوا يقطعوا صوت الحزب الدستوري الحر من كل المنابر الاعلامية. وصلوا حتى يعملونا في الارسلمون على صفحاتنا على الفيسبوك. هاكم شفتوا الفيديو بكري كيفاش فجأة تقطع، خلي قعدت نتكلم وحدي. وصدقوني لا نعرف توا هذا قاعد يمشي ولا الا ما نثبت. هاي قاعد يمشي لايف. دونك معناه انتوما دوركم اليوم انكم تبلغوا المعلومة هذه. وفي انتظار بطبيعة احنا مازلنا موجودين معاكم ومانيش باش نغيبوا عليكم بقدرة ربي بالكل يا توانسة ويا تساترة، باش يكونوا معانا عديد الضيوف كما من نوع الضيوف اللي شفتوهم في الأسبوع الفارت، فنانين بمختلف يعني من مختلف قطاع الثقافة باش يعطيوا آرائهم، خاطر النخبة التونسية عندها دور كبير في إنارة الرأي العام. دونك باش نجيبوا العديد والعديد من النخبة التونسية، أهل الثقافة، أهل الفن، أهل المسرح، أهل الدراما اللي باش يكونوا حاضرين معانا وباش يعطيوا مواقفهم اللي قاعد يصير في البلاد، باش يعطيوا مواقفهم اللي قاعد يصير للحزب الدستوري الحر ولرئيسته. كيف باش يكونوا حاضرين معانا أعضاء عن هيئة الدفاع، عن الأستاذ عبير موسي لإيضاح العديد من النقاط ولمواصلة الاتصال المباشر بالشعب التونسي وبالمواطنين التوانسة. باش يكونوا حاضرين معنا قيادات الحزب الدستوري الحر في قادم الأيام للحديث عن التحركات القانونية والميدانية لهذا الحزب. نحب نطمنكم كيف كونوا الأستاذة عبير موسي، ونزيد نطمنهم الأخرين زد كيف كونوا الأستاذة عبير موسي، مهما حاولتم التنكيل بها ومهما حاولتم التضييق عليها ومهما حاولتم هرسلتها وهرسلت قيادات الحزب، فهي صامدة ثابتة تعرف اش تعمل. اليوم أكدت كونها وهي في مقر سجنها، وهي في السجن يعني نورمالمون الإنسان كيكون في السجن في حالة ضعف، اليوم هي في السجن متاعها وشكبت على السياسيين بلغتنا العامية، شكبت على السياسيين الموجودين في تونس الكل. اليوم خليت تروحها والحزب اللي تترأسه موضوع حديث الجميع بالإيجاب أو بالسلب.
اليوم بالتحركات المدروسة اللي قاعدة تقوم بها من وراء القضبان، اليوم أكدت وعطت درس جديد في الوطنية بالتحرك الاخر متاحها وإضراب الجوع الوحشي اللي قامت به من أجل عدم تمرير هالاتفاقية الاستعمارية متاع قطر هذه، اليوم قدمت درسا لكل السياسيين الموجودين على الساحة السياسية وقالت لهم هاي الوطنية كيفاش تتم. هاي الوطنية هيش معناها وطنية، هيش معناها استماتة في الدفاع على بلادك، هيش معناها استماتة في النضال، هيش معناها استماتة في الدفاع على الشعب التونسي، هيش معناها النضال دون مقابل، هيش معناها النضال دون تعويض، هيش معناها النضال الصادق والوطنية الصادقة ورباطة الجيش، هيش معناها ديتيرميناسيون، هيش معناها باتريوتيزم، هيش معناها الوطنية الصارخة. قدمت لكم دروس اليوم في الوطنية. اليوم انتم تعرفوا، نعرفوا انتم بالعين سكينة بدمها عفوا برشا سياسيين واعلاميين اليوم بالعين السكينة بدمها، ما مقبل خذوا ان كوا معين وقاطعوها وقالوا اللي هي تهرج وترذل في المشهد السياسي به اللي قالته عابر موسي قبل على اتفاقية قطر، اليوم قالته النايبة فاتمة المسدي اللي هي النايبة على المسار هذي متاع 25 جويلية وتمثل المسار متاع 25 جويلية، هاي قالته اليوم النايبة فاتمة المسدي، زعما قلتوا عليها تحب توقف المشاريع متاع تونس، زعما قلتوا عليها ترذل، زعما قلتوا عليها تهرج، قلتوش عليها كلام من الكلام اللي قلتوه على عابر موسي قبل، اي بورتون خذت نفس المواقف متاع عابر موسي فيما يتعلق باتفاقيه قطر للتنميه، صندوق قطر للتنميه. فهمتوا علاش التخدير يا توانسه كيفاش يقوموا بيها؟ فهمتوا التسطيح كيفاش يقوموا بيها؟ هذا هو التسطيح. قبل كي خرجوا قالوا لكم تهرجوا لبست كاسك ولبست جيلي باربار ولبست هذا الكل، علاش لبستهم؟ كي قلنا لكم قبل هات نشوفوا الاسباب والمسببات اللي خلات عابر موسي تعمل الشيء هذاك، ولا خلات عابر موسي تمشي في النسق هذاك، كي قلنا لكم راهم منعوا عليها الحمايه الشخصيه تحت قبه البرلمان بعد محاولات تعنيفه اللي شافوهم الناس الكل، وبعد افتكاك الهواتف نتاع نواب الحزب، وبعد الاعتداء بالعنف على النايبه زينب السفاري على الحزب الدستوري الحر، وبعد ذاك الكل، بعد ذاك الكل ينحيوا لها المرافقه الشخصيه لرئيس الحزب الدستوري الحر باش تدخل مع المجرمه، مجرمه جودي بيارا ومجرمه، مجرمه اللي قاموا بالشيء هذاك مجرمه، الا ضربوها وركلوها وشفروها وعملوا هذاك الكل وراهم مجرمه، باش تدخل هي للمجرمه غادي باش يخيروها. تعرفوا شنو حبوا يعملوا؟ هذا احنا قلناه لكم قبل وموثق مسجل بتواريخه في البث الحي وفي التلفزيون وفي الاذاعات، قبل حطوها بين المطرقه والسندان، نحيلك الامن الخاص نتاعك اللي عملته لها الدوله خاطر عندها تهديدات جديه ورسميه، نحيلك الامن الخاص نتاعك تحت قبه البرلمان، وهوكا انت هيك تعرف شنو يستنى فيك. دونك يا ما تدخلش خلي تتعدى الاتفاقيات نتاع العار والدمار الا باش تبيع تونس وترهنها، يا اما تدخل وتتحمل مسؤوليتك. انا نحيت لك الحمايه الشخصيه تتحمل مسؤوليتك. وقت اللي عملت الكاسك هذاك والجيلي هذاك ثلاثه ريحه كما جاوا شادوكم راهي ماتت تحت قبه البرلمان، يا عملاء يا خونه يلي تغلطوا في الشعب التونسي ويلي تحكيوا في الكذب والنفاق وتمتهنوا فيه. دونك وقت اللي عملته شيء ذاك موش تهريج، ذاك حماية لنفسها، حماية لجسدها، إلا الناس كل خذت فيها بال، إلا الناس كل شفرتها وركلتها، إلا تتفكروا الإخوانجية والاستفزاز نتاعهم وقت فما نايبة إخوانجية رشت عليها الماء غادي باش تستفزها باش يصير وما صارش العنف، ومن بعد واصل السحبي سمارة وقام بك المهمة نتاعه، ومن بعد واصل سيء الذكر مخلوف، ومن بعد صار هذاك كله كتلة ائتلاف الدواعش اللي تحت قبة البرلمان. فهمتوا علاش عبير موسي عملت شيء ذكر كله؟ راهو على خاطركم انتوما يا اعلاميين وعلى خاطر الشعب التونسي وخاطر بلادكم، وهيكم شفتوا كل تحركاتها في البرلمان وخارج البرلمان لكلكم اليوم وقفتوا عليها حطوها في الحبس ومشاو باش يعديوا الشيء اللي هي ناضلت ضده. هاو الملخص، رماوها هي في الحبس واليوم يحبوا يعديوا كل شيء ناضلت ضده عبير موسي. ابداوا بالاتفاقيات الاستعماريه، هاي الحقيقة اللي يلزم تسمعوها وتبلغوها وتوصلوها للتوانسة، هذه الحقيقة اللي تجحهم، هذه الحقيقة اللي تجحهم، إلا ما يلزمش هما ما يلزمش تتعدى الحقيقة ذي في المنابر، حتى كي يستدعوك يعطيوك حي الزمن قصير، يربطوك بموضوع تافه سطحي، يربطوك بموضوع ما يخليوكش تدخل في المعامع هذية، ورغم ذلك حاولنا أن نزلقوا كل المواضيع ذات الأهمية القصوى من خلال الاستضافات القصيرة اللي عملوها لنا في المنابر الإعلامية. وموجودين اليوم باش نوصلوا ونبينوا ونكشفوا ونفحوا للتوانسة، ومواصلين في الفتح المبرح باحترام اللي عنده حجرة يرميها إلى وحى، باحترام نعرفوا حدودنا ونعرفوا شنو نقولوا ونعرفوا شنو نخرجوا. والزعيمة عابر موسي شئتم أم أبيتم زعيمة وطن، زعيمة بحجم وطن، كانت يظهر لي علمة تساترة احترام القانون
وعلمتهم احترام المؤسسات، الا لليوم ما نجمتوش تشدوا عليهم حتى خرق للقانون باش تحلوا لهم حزبهم، الا لليوم تستناو لهم في هفوه في غلطه باش تركزوا عليها وتحلوا لهم حزبهم، الا معناها دسيتوا في وسطهم مندسين وخونه وعملاء باش يقلبوهم في بعضهم ويخرجوهم للشوارع في اطار غير قانوني، ومن بعد تخرجوا وتحلوا انتم الحزب الدستوري الحر سواديزون قاعد يتحرك في اطار غير قانوني ودون اعلامات. ما نجمتوش عملتوا هذا الكل وما نجمتوش، اعطيتوهم الفلوس باش يسبونسوريزيو لي باج نتاعهم باش يستقطبوا تساترا والزعمة زعمة عبير موسي وعبير موسي، من بعد كشروا على انيابهم حبوا يخرجوكم ويهبطوا نسبه منكم يا تساترا للشوارع باش يسكروا الحزب الدستوري الحر. ومن بعد مشاو للسياسه الثانيه اللي هي ضرب القيادات وضرب الاستاذه عبير موسي وعائلتها وضرب اللي شفتوه الكل، هذاك كل ولا قلت لكم بالمناسبه ما عادش تشوفوه وما عادش تتبعوه وما عادش تشوفوهم وما عادش يهمكم منهم، خذوا كف كلهم، خذوا كف كبير، لانه حتى حد منكم ما عاد عطيهم قيمه، لانه حتى حد منكم ما عاد معبرهم، وقلت لكم وطلبت منكم ما عادش تردوا عليهم، ما عادش جاوبوهم، ما عادش تسمعوهم، ما عادش جاوبوهم، ما يهمكمش. ناس تنبح كليب حاشاكم تنبح مكلفة بمهمة تقبض في الفلوس بالدوفيز باجيت وسبونسورينغ ودنيا، خليهم خليهم، هاكم قاعدوا يغنيوا جناحهم يردوا عليهم، هاكم يردوا على رواحهم بديفو بروفيل، هاكم هترو. تعرفوا انتم شنو عملتوا لهم بالتجاهل هذاك؟ تعرفوا شنو عملتوا انتم بالتجاهل متاعكم هذاك؟ خاصة الجماعة المندسين هذوما اللي هما خارج حدود الوطن، انتم هاكم خدمتوا لي بسيكياتر ولي كارديولوج البرة، ها وان شاء الله الاخرى يمشيوا عاديو عند دي بسيكياتر ودي كارديولوج توانسة خل نفعوا على الاقل الشعب التونسي، خاطر جيتهم جلطات الناس هذوما، خاطر دخلوا بعضهم في الحله الناس هذوما هبلوا، دونك واصلوا في الاحتقار، هذوما راهو ما عندهمش قيمه وما عندهمش قدر، قيمتهم وقدرهم انك تحتقرهم، انك ما تعبرهمش، انك ما تغزر لهمش، انك ما تسمعهمش، انك ما تجاوبهمش. احنا عندنا خط واضح، عنا برامج واضحة، اليوم هاكم شفتوا، نعاود نذكر اليوم ندوة فكرية عالية المستوى تخص الشباب التونسي قدمها الحزب الدستوري الحر بكفاءاته بقياداته بإطاراته اليوم في صفاقس، رابع ندوة فكرية قايمة يقدمها الحزب الدستوري الحر منذ احتجاز رئيسته منذ 3 أكتوبر، ومازال مواصل في الندوات الفكرية القطاعية وفي برامجه الثرية اللي هي براتيكابل سور تيران، في حين أنه ياخو الحزب الدستوري الحر مقود الحكم ويتسلموا كما تقول رئيسته بطريقة ديمقراطية شفافة وبطريقة قانونية، وحينما يسلمه الشعب المقود ما حاشناش باش نتسلموا الحكم بدبابات ولا بانقلابات، ماناش نتاع شيء هذايا، احنا عندنا ثقه في الشعب التونسي اللي انتم قاعدين تنوموا فيه وتغلطوا فيه، احنا عندنا ثقه في الشعب التونسي اللي هو فايق لكم اليوم وفايق بكل ما قاعد يصير في البلاد هذيا وفايق بكل المخططات اللي قاعدين يعديوا فيها لبلادنا اليوم وفايق بكل الاستهدافات اللي تهدد بلادنا اليوم. اليوم احنا موجودين لهذا التنوير، اليوم كيف نشوف العدد هذا في التوقيت هذا دون اعلام بالبث الحي ونشوف الساترة هذوما ما شاء الله منورين لي ريزو سوسيو بتعليقاتهم وبلي هاشتاج متاعهم ومنورين بتفاعلاتهم وبارتاجاتهم، والله لا نعرف صدقوني توا الفيديو قاعد يمشي ولا لا، لكن مواصله لغالب هانو قاعد يسجل في كاميرا اخرى حتى كان ما لقيتوش تو نهبطه لكم من بعد. اليوم كيف نشوف هذا الكل وكيف نشوف الالتزام والمسؤولية اللي عند تساترة ما شاء الله، معناها اليوم نفرح نقول تونس مازالت بخير، نقول استنينا البرشة مازال شوية مش مشكل. اليوم نأكد لهم الناس هذوما اللي قاعدين يستهدفوا في رئيسة الحزب الدستوري الحر كونه الحزب الدستوري الحر ما عندوش مرشحة أخرى للانتخابات الرئاسية بخلاف عبير موسي، راهو لا يستعرف بعصافير نادرة ولا يستعرف حتى من سينسب نفسه للتيار الدستوري ولا للتيار البرجيبي، لن يستعرف إلا برئيسته التي أفرزتها هياكل الحزب الدستوري الحر الرسمية في اجتماع لجنة مركزية موسعة رشحت فيها القيادات متاع الحزب الدستوري الحر كلها رئيسة عبير موسي للانتخابات الرئاسية القادمة، وستتقدم رئيسة الحزب الدستوري الحر للانتخابات الرئاسية القادمة أينما كانت شاء من شاء وكره من كره، وإلا ماشي في باله راهي عبير موسي قطعة تحبل جابها واد ولا خاطرك التخويفات وكالشيء اللي يعملوا فيه والتخوين اللي يعملوا فيه مش باش تلقى شكون يتكلم عليها، راكم غالطين. احنا هنا موجودين لمواصلة النضال، احنا هنا موجودين لمواصلة إيصال وإبلاغ الشعب التونسي بكلمة عبير موسي وصوت عبير موسي وبرامج الحزب الدستوري الحر ومواقف عبير موسي الثابتة التي لا تتغير بتغير الزمان والمكان وبتغير المصالح العامة، احنا موجودين لهنا لإنارة الرأي العام لمواصلة التنوير، ولن نكل ولن نمل، وللحديث بقية ان شاء الله نهاية اسبوع طيبة لكم جميعا، واحنا رانا موجودين ما تجموش ما تحبش تعرف نطلعوا في الليل نطلعوا غدوة
نطلعوا بعد غدوة، نطلعوا كل يوم، نطلعوا في النهار مرتين، كل ما نشوفوا تعويم وتسطيح وتخدير للشعب التونسي رانا موجودين لهنا باش نخرجوا ونطلعوا وننوروا ونتكلموا ونواصلوا، والمسير متواصل والمسيرة متواصلة، والحزب الدستوري الحر خطوطه متواصلة وبرامجه متواصلة، ونحن هنا وسنبقى هنا حجر الواد كما تقول الأستاذ عبير موسي، وكما يقول الزعيم الخالد الحبيب بورقيبة الدوام ينقب الرخام ولا خلف نبات ما مات. عاش حزب الآباء والأجداد، عاشت رئيسته المحتجزة قسريا بعد 4 أشهر في سجون الظلم والاستبداد الأستاذة عبير موسي. وللحديث بقية، تصبح على خير.